وليا مكفيين بباقي فقرات صباحنا غير ووصلنا لمساحة جديدة من مساحاتنا، وهي مع الحرف اليدوية واللمسات الإبداعية يلي عم تكون مع حرفيين سوريين. وأكيد بيسعدنا نرحب بصباحنا لليوم مع السيد حسين الصنقنقي والسيدة بشرى الحامي. سعد صباحكم صباح ورمضان النور، كريم. صباح أهلا وسهلا، الخير، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا شكرا. فيكم. رمضان كريم. بالبداية خلينا نبلش مع حضرتك سيد حسين ونحكي عن هذا المشروع، إما تبلشتوا بالهاند ميد، عم نشوف يمكن أطباق وديكورات إلى الإكسسوارات للبيت تمام. وإكسسوارات أكيد لكل الصبايا هلا بنشوفهم سوا، بس خلينا نحكي عن بداية هالمشروع. هلا بداية المشروع، كنت أول شيء كنت مسافر برات البلد وزبطت الصدفة حلوة إنه كانت بلشت أتعلمها هاي الشغلة برا، واشتغلتها هونيك ورجعت وعلمت زوجتي وبلشت شغل أنا وياها سوا. تعلمتي بسرعة؟ يعني هلا هي لأنه مواد كيماوية أخذت كتير صعوبة أول شيء، يعني في إلى طريقة مثل بتشوفيهم مواد. هلا هي بالأصل هو الريزن الإيبوكسي هو مادتين بينخلطوا، اللي هو بيجي الريزن والهاردنر تبعه، بقى لهم طريقة معينة بالخلط، لهم درجة حرارة محددة، لهم جو وطبيعة، يعني هدول القصص. طب اشرحي لنا أكثر عن طريقة التحضير، مثل اي شيء مثلا، مثل شو؟ هلا في هو نحن عم نشتغلهم على شو اسمه مثل ديزاينين، في شيء عم نصبه على خشب مثل القطع الكبيره، وفي شيء نحن بنصبه بقوالب سيليكون مثل القطع الصغيره، حتى الاكسسوارات بورتكلايهات هدول يعني بوكسات حطيناهم على خشب، يعني انه في له مثل مجالين هو كان. قديش حلو انه مشروع مشترك بيناتكم، قديش صار لكم تقريبا تحديدا، وكيف بتقدروا بتسوقوا للقطع تبعكم؟ في معارض معينه مشتركة هلا صرنا تقريبا شي سنتين ونص هون بقلب البلد، انا تقريبا شي سنه ونص كمان برات البلد. الحمد لله قطعنا شوط كثير كبير، او بدايتها كان كثير صعبه، لسه ما كان حدا بيعرف هذا الشيء. شو الصعوبات اللي كانت بالبداية؟ تأمين المواد كان، لأنه لسه هي كمشاكل البلد عنا والضغوطات اللي كانت علينا والحصار والشغلات هي، في كتير مواد تأخرت لوصلت لعنا، ففي شغلات اضطرينا إنه نأمن الشغلات، الصبغات في شغلات هيك أمناها من برا، والحمد لله شوي شوي بلشت تتأمن مواد، العالم بلشت تعرف شو هو هذا الفن، وبلشنا بالتسويق. وانا هلا شفته قام تعرفته، واو شو حلوين، انا ما كنت شايفه. يعني خلينا هو ما هيك وبين من عن الستاند ونحكي عن هاي شو بتكون بورسلان، شو هو هذا الريزن الايبوكسي، هو هذا مش بين البلاستيك وبين الازاز، صلابته اقوى من الازاز، يعني اذا وقعت ما بتنكسر. لا 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 كثير بيوقع معنا. طيب وليك شو حلو، تقانت الشغل مثل ما عم تعطي فخامه. ايه تماما. يعني خلينا نحكي عن انه بتصير هي مثلا، هي شفنا نموذج ساعه، هون في نماذج ثانيه. تمام. يعني شو اصعب شيء بدمج هي المواد؟ هي خلص قالب بتحطها هلا هدول، هذا لا فري، يعني هذا الصب حر بيقولوا له، ما في له قالب، هي هون بقى الشطاره. طب الالوان هي شو الالوان؟ الالوان هلا هو بيجي شفاف شفاف كريستالي، نحن بنضيف له الالوان هاي. هلا انا بحاول دائما ما استعمل انواع صباغ، هيك هيك انه يكون في بودريات تجي معدنيه او حجريه، بتعطي افكت حلو مثل اللي هلا اللي شفتيه انت، افكت الرخام هذا. تماما. ساعد في حلو. نعم، لانه انا خايفه توقع. هلا هي القاعده تبعها غليظه شوي، هي ما رح تنكسر. لا لا الحمد لله. لا ما هلا في انواع لسه بس ما وصلت لعنا على البلد، وشويه كثير غاليه، هذيك لو بتخبطيها بالشاكوش بالمهده ما بيصير لها شيء. طيب خلينا نحكي عن ادواركم بالعمل، يعني اثنيناتكم تشتغلوا نفس المهام بتكون، ولا لا مقسمين كل واحد مسؤول عن شيء معين؟ لا شوي شوي هي تقسمت لحالها. يعني شو هي، كيف مقسمين الشغل؟ هلا يعني الشغل بالخشب الاولي اجباري هو بده يشتغله، اكيد ما حاشتغله انا. التحضير المبدئي اللي قبل الصوب تقريبا يعني اغلبيته هو اللي بيحضروا. هلا وقت الصوب لا، تعاون مشترك، يعني انا لا فيني اشتغل بلا ولا هو في يشتغل بلاي. يا بشرى كمان يمكن هلا انت يمكن يعني بيروحوا عند السيدات وقت الماركتينج على الفيسبوك على السوشيال ميديا انستغرام،
على الستوريات. انت مين اشطر، بشرى ولا حسين؟ لا والله هي اشطر من يعني انا حضرت. والعلاقات ايضا مع البازارات، اي حدا حابب يعمل بازار كيف انت بتتواصلي لحتى انت تشاركي؟ خلينا نحكي كمان عن فكره الماركتينج، قديش اليوم صار سهل السوشيال ميديا بيوصل لكل البيوت يعني. اي مزبوط، هي هو التسويق على السوشيال ميديا كثير يعني فتح لنا افاق ثانيه. بس لما بتحكي على الانترنت وبتتواصلي معهم ما بيكون مثل ما بتكون فيس تو فيس تماما. يعني هلا انا كثير لقيت فرق بين لما كنا اول شيء ما حدا كان عم يستوعب شو هي هي الماده لحتى بلشنا ننزل على البازارات. بس صرنا ننزل على البازارات صارت العالم تشوفها، صرنا نلفت نظر اكثر. انت عم تشرحي للعالم، عم تحكي، عم تقولي شو هو هذا المنتج، طريقه الشغل تبعه. يعني حتى لما حدا بده يوصيكي صرتي يعني هو ساعتها بيحسن يشرح لك مزبوط وانت بتحسني تشرحي له مزبوط. تمام. طيب بشرى خلينا نحكي بنقطه، حسين كان مسافر بلش بهي الفكره، كيف قنعك فيها؟ يعني ما قلتي له انه خلص منجيب شيء اسهل، منبلش مشروع اسهل، منبلش شغل اريح، مواده متوفره؟ يعني كيف اقتنعتي بفكره هي المواد انها هي منيحه لحتى هلا انت امنتي فيها وعم تقنعي العالم فيها؟ هلا انا بالاصل مساعده مهندس مدني، والايبوكسي كنا بنشتغل فيه يعني هي مواد عزل وما بيجي ابدا لونه شفاف. كثير لفت نظري انه هو هلا عم يجي شفاف وكريستالي 3D. هذا اول شيء هيك يعني، انه بعدين صرت اشوف فيديوهات هو كمان ورجاني شو هو عم يشتغل هنيك، كان بالورشه عمل يعني ورجاني شو عم يشتغل. صار في عندي حب فضول يعني، صرنا كثير ندور على قصص وصور. كانت لسه القصه جديده يعني من 4 سنين حتى بالنسبه للعالم برا، يعني كان صار له يمكن شيء 3 سنين وشوي هيك بالعالم يعني. بقى يعني كل العالم لسه شيء جديد عم يخترعوا تكنيكات جديده وقصص جديده افكار مثل شو يعني هيك. يعني كمان عم نشوف قطع كثير حلوه، هي اكسسوارات شخصيه عم بتكون. تمام. خلينا نحكي كمان، لفتني على الكرت اللي كاتبينه، عندما تتقن شيئا صنع باليد انت تحصل على ساعات من الجهد، على جزء من روح شخص اخر، شيء مميز صنع بكثير من الحب لك وحدك. مين اللي كاتب هي العباره؟ انا حبيت واستقصدت اني حطها انا لحتى على الكرت الخاص تبعي وعلى الكرت كمان انه تبع الشغل يعني. كل الكروت حتى الكرت الفيزيت لحتى كمان عليه هيك. فلانه عباره كثير حلوه بتجسد الشيء اللي انتم عم تعملوه. لما تمام. فكره الهاند ميد والاعمال اليدويه، لما انا بدي اهدي شخص شيء معين بروح بجيب له شيء هاند ميد ما انه موجود بالسوق ابدا. يعني هي قطعه فريده لهذا الشخص مره واحده وما بتتعاد ولا بتتكرر. يعني حتى اللوحات، حتى لو انا قصدت اني انا اعمل نفس الديزاين ونفس الالوان، مستحيل شغلنا بالذات انه يطلع قطعتين نفس الشيء. هلا ممكن يطلع نفس الروح نفس الديزاين، بس انه نفسها كوبي عنا فوتوكوبي مستحيل تطلع. حتى اللوحات يعني كل وحده صح نفس الوقت عم نصبوا، بس كل وحده لها شو اسمه ديزاين مختلف. تمام. كمان عم نشوف نماذج ثانيه من البورتوكليات، هون في شخص ينقي العباره اللي بده اياها وبيكتبها. انت في حزب الرحمن ساوينا نفس الفكره ذاتها كمان ل صارت تنحط بسرة الملبس وقت الخطبة كمان. توزيعات عرس، توزيعات بيبي، في هذا مثل هذا القياس هيك كمان ساوينا منه، لأنه أنا القوالب أنا بساويها على إيدي فالكتابة بقلب منها. كيف الكتابة بتكون لك شو حلو؟ هي بتنصب على مرحلتين، بينصب أول شيء اللون، بعدين هلا هو هذا لاصق منلزقه عليها، بنرجع بنصب الشفاف بعدين آخر شيء هيك لما تقوية هو الضوء. هو أنا عم بعمل هيك صح؟ صح. ففي منهم هلا صار بتنزل كمان هيك نفس الكتابات بالدنيا بهنن مع آية قرآنية وبنحط عليها الشوكولاته والورد اللي عليها كمان. يعني افكار كثير حلوه ما بتشبه بعضها يعني. ما نكون مختصين بشيء معين، هذا الحلو. يعني ما بيتعب هذا الشيء انه يكون في كثير تفاصيل او كثير شغلات انتم قادرين تشتغلوها؟ كثير في تعب. لانه كل مجال له تعبه. مثلا قلت لك الاكسسوارات لهم قوالبهم، هدول قوالب السيليكون، هدول قوالبهم كلهم انا بساويهم على ايدي. ياخذوا مساحه من الورشه يعني وقت وجهد وتفكير. طيب بدنا نجي للجوهر، الاسعار كيف؟ اكيد ما بدنا نقول الاسعار، بس انه مواد غاليه غير موجوده هي اللي عم تصير. يعني خلينا هيك نطمن العالم كيف الاسعار. انا والله بحاول ككل دائما لحتى يعني كثير هلا بصير هي النقطه كثير هامه معي انا بالخصوصي بالبازارات او اي زباين. للاسف عندنا بالبلد في كثير اماكن بالاسواق انه بيشلفوا مشان ينزلوا بالسعر، الواحد يحس انه الله انه عم يراعيني بينبسط. لا هي بالعكس،
انه نترك مجال شيء بسيط جدا سكره صغيره بالسعر. خلاص انه فيكس برايس بيقولوا لا انه خلاص السعر محدد، انا ضايف مربح بسيط فوق منه يعني اجبار. طب امر طبيعي انه لقاء التعب والشغل كله انه يكون في ولو في فائده، انه ما بحاول انه تكون كبيره، انه بدي اشتغل يعني كل ما انا بعت اكثر، كل ما وصلت للقطع للعالم اكثر، كل ما بتصير تنطلب اكثر. وقديش عن جد هالشغل حلو. يمكن نحن كثير بنواكب ناس عندهم مشاريع جديده، عندهم مواهب جديده، ولكن اليوم عم نشوف شيء مميز، شيء متقن مثل ما بيقولوا بالشامي. بشرى قبل ما نختم بس خلينا نشوف الطاوله اللي حدك، بس هيك نقلبها شوي لانه ما معقول حلوه. ايه نقلبها على كاميرا هوني كدي كدي بشرى هون هي الكاميرا هي. ايه بس هيك نقلبها نشوف قديش حلو. يعني مو بس هي ديكور، ان كان ساعه ان كان صور ان كان ادخال كتابات، وايضا فينا نستخدمها طاولات كثير حلوه خفيفه مهضومه وبتلبق يعني انه مشان هيك وبتحسيها كمان مساوي صواني كمان صواني ضيافه. طب اذا قلب عليها شيء ما بيدبق ما بتنكسر، هذا احلى شيء فيها انه ما بيعلق عليها اي شيء لانه هي بالاساس هي ماده عازله. هلا خلينا نشوف هيك الصندوق قبل ما نخطعه. هون كثير حلو حتى الغبر ما بتعلق عليه، ما بتعلق تنظيف عادي تكون. هلا يعني فيكي تمسحي بالويندكس بالمي صابون يعني عادي. هو لانه حتى ريزن بتحمل درجه حراره 150 درجه يعني انه او مثل ما قال لك متين هو عازل. نعم يعني اليوم نحن ضوينا على افكار جديده، مشروع جديد بنى بحب، خلينا نقول بحب مشترك. ان شاء الله يا رب نشوفكم بالعالميه، واي حدا حابب اكيد يتواصل معكم. كيف فيه يتواصل؟ كيف فيه على الفيسبوك؟ على الفيس او على الانستغرام. هلا نحن شو اسم الصفحه؟ خلينا الصفحه سي اي ارت، هي سي اي سي اي ارت. اكيد اعملوا لهم اد وشوفوا هالمشروع، فن الابداع والابتكار. تمام. شكرا يا حسين وشكرا كثير بشرى عن جد. يعني حلو انه زوجين يعملوا يبدوا مشروع كثير جديد مبني على الحب. شكرا. وشكرا لكم كثير. الله يعطيكم العافيه. شكرا كثير لكم وكل التوفيق بحياتكم. شكرا. يعطيك العافيه.